المهلة التي حددها الرئيس الإثيوبي أبي أحمد لحركة التمرد في إقليم تيغراي تنتهي اليوم. الرئيس الإثيوبي أكد بأن قوات الجيش ستدخل إلى عاصمة الإقليم الواقع شمالي البلاد في حال عدم استسلام المتمردين. ومع رفض الحكومة للوساطة الإفريقية، يبدو الأفق المسدود بالنسبة للحلول السياسية هناك، مع تأكيد جبهة تحرير تيغراي بأنها ستواصل القتال. ما هي السيناريوهات المطروحة؟ وما الثمن الإنساني الذي سيدفعه سكان الإقليم؟ لمناقشة هذا الملف معنا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد. مساء الخير سيد عبد الشكور عبد الصمد. قبل قليل تم الإعلان عن إلغاء هذا الاجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي. دلالات إلغاء اجتماع بهذا الأهمية ما هي؟ اهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. انا حقيقه يعني هذا لعل هناك تواصل، يعني لانه كان هناك لقاء ما بين السفير الاثيوبي ومستشاره الامير العام للامم المتحده في حقوق الانسان، ولعل هناك ترتيبات او يعني امر معين. و حقيقة خلال اليومين الماضيين كان هناك يعني آراء مختلفة في اتجاه الضغط على الحكومة الأثيوبية وأيضا وعلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في سبيل الاستجابة لمقترح الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.